السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. لوغ اليوم بغيت ندير معكم خبز الدار، يعني خبز تاع بكري عادي، ما فيه لا بيض لا حتى شيء، يعني عادي تاع بكري. اولا نبدا بالخميره، ندير مغرف كبيره تاع خميره كما كتشوفوا. نديرها هنا في كاس، ندير فيها شويه تاع سكر، وندير الماء دافي، نخلطو، خلوها تطرى، لي خميرة تطرى، يعني اللي عندها خميرة تنطلق بالخف في العجين بلا ما دير هذه المرحله، ديرها ديريكت في العجين. راني وليت لكم بعد ما الخميره تاعي جوست دابت، ما خليتهاش تخمر. راه دروك غادي نحل في القابصه تاع الفرينه. وانا شريت انا ندير عيني ميزاني، فوالا درت برسك ميم با 500 غرام. ندير الملح، فوالا ديجا الملح، ندير سانوج كما كتشوفوا، هذا سانوش تاع الخبز يعجبني، يطلق بنا اختياري، يعني اللي تبغي ديره ديره، اللي ما تبغيش هو دواء، هذا دواء هضر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. مليح للمراه اللي تبغي ثاني ترفد، تطحنه وديره مع العسل، عسل الحر والماء زمزم، ايوا تشرب هي وراجلها على الريق. هلا كما كتشوفوا خلط، و هاي الخميره تاعي طرات، يعني ما خليتهاش تتخمر، اللي تبغي تخليها تتخمر تخليها تتخمر، ماشي زعما لازم نتبعو كاش وحده زعما نيشان. لو نقدروا نديرو تغييرات، انا جوست ما عنديش الوقت كما كتشوفوا. دروك ندير الماء دافي، لا راكو باغيين الخبز يجيكم شباب. الوغ شيرات الخبز ما ديروهش يابس، يعني هذه طريقه تاع ماما ربي يخليها لنا ان شاء الله. كنت في دارنا كنت ندير بزاف، نبغي بزاف العجين ويجيني يابس، كل ما نديره يجيني يابس، بصح جامي ما زعما تخليني مسكينه تقول لي طيبي ودبري راسك من هي خدامه. اي وحده الخطره قالت لي الخبز على راه يجيك يابس، قلت لها مانيش عارفه راني ندير كيما تقولي لي. اي وقفت عليا وراتهولي، اي دارتها خطره قدامي شفتها، ومن بعد وقفت عليا وراتهولي وليت نديرها وحدي عادي دروك. يعني السر تاع العجين باش يجيكم شباب اطلقوه، ما تخافوش من العجين. ندير في بلان دو ترافاي كتشوفو، اللي تقدر تخدم في الباسينة تخدم في الباسينة عادي، أنا تقبلني وندير عليكم الحس. لي عندها بيتران دير في البيتران شيرات، ولي ما عندهاش دير كيفي هكا. ننصحكم البنات اللي تبغي تشري بيتران، الوغ ما تشريش رخيص، عييت
كيما قال لك اللي بغى رخصو قاص نصو لوغ كاع الحاجه رخيصه هنايا ما سيرتو في هاد الصوالح تاع العجين وكاع كيتشن نيد هو المخير شويه غالي بصح سي لو ميور فوالا كيما راكم تشوفوا العجين بدا يدير العلك فوالا دروك كيما دروك غادي نخليه يخمر نضع في الباسينه نديره يخمر وكي يخمر راني نرجع لكم ان شاء الله انا وليت لكم شيرات بعد ما العجين تاعي خمر كيما راكم تشوفوا فوالا أو غادي نجيب أن بلا غادي ندير ندخله للفرن ندير شوية زيت في يدي نطلي البلا بالزيت راح تشوفو راه اللي عندها بابي كويسون دير أنا عندي وما ما باغيش باغي نخليها هكا هذا خبز الزمان البنات الخشيرات غادي ندري شويه سميد ركيك هذا تاع بغرير هلا فبان باش تعطيني هذيك هذيك القرمشه يعني اللي تبغيه اللي تبغي الخبز رقيق بزاف تكبر البلا ولا دير تقسمها على زوج زعما ودير شويه هنايا وتزيد شويه في بلا اخر انا ما جست ندير غير هكا صاي كما راكم تشوفوا وما ما فيه لا ما فيه لا حليب لا لا بيض لا ندير شويه تاع سميد ركيك من الفوق هكا ونزيد شويه تاع سانوج انا من محبين السانوج نموت عليه كون نجبر ناكل سانوج بالخبز ماشي الخبز بالسانوج فوالا كيما كنتو تشوفوا الشيرات هاي بعد ما كملت الوغ دروك خاصني ندخلها الفرن اعلى درجه عندكم توسكي خبز عجين ما يليقلهش درجه حراره منخفضه الو يكون الفور تاعكم ديجا حامي اعلى درجه دخلوا هذا الخبز وهذا يعني بيتزا سوفلي هاد الصوالح اللي قالهم يطيبوا بالخف باش ما تيبسلكمش العجينه فوالا وانا درت السميد الهدف تاعي باش تعطيني قرمشه او ميم طون ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم دوك نولي لكم ان شاء الله بعد ما يطيب الخبز تاعي فوالا حبوباتي راني وليت لكم بعد ما طاب الخبز يعني ما فيه لا بيض لا حتى حاجه لا فري لا عفوا ما فيش فرينه ما فيه لا كيسموه لا حليب اون بودغ لا والو شوفوا والله لا يجي روعه شيرات كيما راكم تشوفوا يعني قرمشه وميم طون دراوه اللي تبغي الخبز رقيق الوغ ترق كيما قلت لكم انا درته كيما راه ما عنديش الوقت فوالا يعني والله صراحة راكو تشوفو والله روعة والبنة ما نحكي لكمش ان شاء الله عجبتكم وصفة اليوم شيرات هذه هي حبوباتي سلام